واش الخوت، السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الدراري، الفيديو غيكون عبارة عن جيف اواي على كونت ديال تي ار اكس وعلى 50 ديال تي ار اكس معاه. المهم غنشرح لكم البلان ديال هاد الجيف اواي كيفاش الدراري. قبل ما نبداو بالنسبه للجيف اواي ديال هذا الفيديو هذا، فرا يعني راه اختاريت الفائز، ماشي اختاريت ولكن درت فيديو غير هو مازال يعني مازال ما تحطش، مازال ما عرفتش واش غادي نحط قبل من هذا ولا مورا هذا. المهم اختاريت الفائز ديال هذا الفيديو هذا. المهم بلا ما نقول لكم هنايا تشوفوا راسكم في الفيديو اللي غيتحط اليوم ولا غدا. المهم الدراري، بالنسبه للفيديو ديال اليوم نرجعوا ليه نمشيو هنا. كما قلت لكم الفيديو ديال اليوم غيكون على تي ار اكس. تي ار اكس الدراري هما واحد المواقع ديال الماينين، كاي مايني و تي ار اكس. كتجي نتايا كي في الاول كيعطيوك المهم شي حاجه، شي 400 دولار 500 دولار شي مبلغ اللي خيالي. وباش تخرج داك المبلغ خاصك ضروري خاصك تستثمر تحط فلوس. المهم الدراري هادشي ما بلانش، داكشي علاش فكرت واحد الفكره، حيت كيجيو عندي بزاف هاد الدراري ولا كي الناس ديال تي ار اكس كيبغيو دير لهم فيديو. فكرت فواحد البلان، في عوض ما انني غنجي نشرح هاد الفيديوهات يعني اصلا ما غيستافد منهم حتى شي واحد، غنبقى ندير لكم كل كونت يعني درت عليه فيديو غير كنعطي لكم غير نتوما غتستافدوا منه، نتوما يعني غتستافد منه شي واحد، ونعطيه معاه 50 ديال تي ار اكس ولا 100 ديال تي ار اكس كل مره شنو. المهم هاد الكونت غادي ندير لكم على الشرح، يعني هاد الشرح غيستافد منه داك السيد اللي غيربح، يقدر يكون اي واحد منكم، داك اللي غيربح هو اللي غيستافد من هاد الشرح هذا. المهم هنايا كتدخل المعلومات ديالك، العيبات ديالك، الكود ديالك، انا ديجا مسجل، نديرو ديريكت ساين ان. المهم هما كيشرحوا لك القواعد ديالهم هنايا، يعني باش يمكن لك تخرج هاد الفلوس هادي خاصك تانفيستي ولا تشارجي 3000 ديال تي ار اكس، وغادي تقدر يلاه تخرج 3.5 في النهار. المهم الدراري ما بلانش، داكشي علاش حنا غادي نديرو غير عليه غير جيف اواي وصافي. صارحين لينا انا شي بلانات. المهم كاين عندك جوج ديال لي اكونت، دو الكونت هادي هي البالانس ديالك ولا الواليد ديالك، فيها 888 ديال تي ار اكس اللي هي الدراري وقيلا 500 دولار على ما اظن. علاش ما طالعه لي هنا 500 دولار؟ هي طالعه هنايا 540 دولار. 540 دولار الدراري صعيب باش تخرج، خصك حياتك كامله وانت كتخرج فيها. غنعطي الكونت لواحد اكيد ما يخرجش كامله، ولكن غادي يبقى يخرج كل مره شويه. المهم هنايا داير لنا الويت بيبر ديالهم الدراري. الويت بيبر الدراري المهم ما فيهاش شي حاجه، هضر لنا على تي ار اكس اللعيبات ديالهم. المهم حنا نرجعوا للاهم. المهم اللي غيربح هذا الكونت كيفاش غيخرج هاد الفلوس هاد؟ المهام الاولى اللي غادي دير باش تخرج الفلوس انا غادي نديرها، شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير ديبوزيت، وغادي نكليكي هنايا، وغنكوبي هاد لادريس هادي، وغنمشي للبينونس، بينونس غنمشي للبينونس هنايا، وغنمشي للتي ار اكس، وغادي نكولي هاد سميتو الادريس، اختارين هنا. المهم خصك تختار تي ار اكس هنايا، نديرو الماكس اللي هي 100، غندير نحولو واحد ل 100، زيد غنديرو هنايا ويدراو، صافي اوكي كونفيرمي كونتيني. المهم الدراري بين ما وصلنا هادشي غادي نقطع هاد اللقطه بين ما وصل. المهم الخوت كما كتشوفو هنايا وصلت اللعيبه، يعني مشات من بعد ما درنا الكود ودرنا ريقلنا المسائل. دابا نرجعو الكونت ديالنا، غادي ريفريشيو. المهم كيف كتشوفوا هي تزادت ديك ال 100. دابا تقدر دير تقدر دير ويدراو، وتقدر تخرج هذيك ال 5000. المهم ما تخرجهاش كامله، حنا نشوفوا شحال تقدر تخرج في النهار. تقدر تخرج 3 ماكسيمو في النهار، هذا هو الماكس لانك تقدر تخرج. الا بغيتي تخرج شنو دير؟ غتمشي لاي واليت عندك، يعني تكون ترون تي ار اكس مثلا، هذا اللي غيربح الكونت. نشوفو نديرو ديبوزيت. المهم باش كتوي دراوي كتجي هنا كدير تكتب هنا تي ار اكس. المهم خصها تكون ادريس ديال تي ار اكس، كدير هنا ديبوزيت، كتجي هنا كتسيليكسيون النيتورك، كنديروها نديرو تي ار اكس،
ويعطيونا هاد لادريس هادي، غادي نرجعو للموقع ديالنا. فين هو؟ هنا. بلاش الترين، نشوفو فين غنديرو الادريس باش تكونو ناضين، باش اللي غيدي الكونط يعرف كيفاش البلان. نديرو هنا 3، نديرو كونفيرمي ادريس. فين الادريس؟ مش هنايا. بلاتي نديرو كولي هنا. صافي الدراري. مالهم هادو؟ شي دار لي ارجستريز. صافي وقيلا بلاش نتاكدو واش فعلا هي هادي الطريقه. المهم الدراري ريفريشيو ونتاكدوا انها وصلت. صافي ديك 3 تي ار اكس وصلت. المهم تقدر انك تويدراوي لغير بواحد الكونط، يقدر انه ويدراوي 3 تي ار اكس في النار فابور، حتى يسدوا لك هذا الكونط ولا ما شنو غيديروا ليه. المهم حتى ما يبقاش خدام الكونط. الجيف اوي الدراري غتكون في الفيديو اللي جاي، ما عرفتش الفيديو اللي جاي امتى غيكون، واش غدا ولا بعدا. المهم الدراري غير شاركوا في هذه المسابقه، طريقه راه سهله، خلي لي غير تعليق لايك، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو هذا الا بغيتو، ما بغيتوش ماشي مشكل. المهم انا حتى انا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، فغنقول لكم تهلاو فراسكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.